بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم آپ کو دعائے قنوت سنائیں گے. یہ جو دعائے قنوت ہے یہ وتروں کے اندر پڑھی جاتی ہے. طریقہ سماعت فرمائیے. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. ونشكرك ولا نكفرك ولا نخلع ولا نرد من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. آمنت بالله صدق الله العظيم.